مشاهدينا الاعزاء مساء الخير، واهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم زياره خاصه. طبعا بالتاكيد الزياره اللي بتكون بنقوم بها مره كل 15 يوم لمكان معين او اشخاص معينين او موضوع معين. النهارده بنزور النهارده حاجتين اتنين. الزياره هتكون لكمال الاجسام وايضا للتغذيه. عشان كده حبينا نجيب اتنين بطلين من ابطال مصر يكونوا معانا، وايضا خبير للتغذيه هيكلمونا عن كل شيء في كمال الاجسام وفي التغذيه. بيسعدني ان انا استضيف النهارده خلال هذه الزياره الكابتن محمد سمير، هو كابتن ومدرب. اهلا بحضرتك يا فندم. ايضا بيسعدني ايضا استضيف كابتن هاني حسن، كابتن ومدرب في كمال الاجسام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وبعد قليل هينضم لنا اللي هو الدكتور منتصر المهندس، خبير استشاري التغذيه، هيكون معانا ان شاء الله بعد حوالي يعني اما ناخد الفاصل يعني بضع دقائق هيكون معانا ان شاء الله. خليني ابدا في البدايه يعني كابتن سمير، يعني خليني اسال سؤال. هو يعني احنا داخلين كان المخرج بيقول ايه وحوش، يعني العضلات وفي كده اهو، هي العضلات دي جايه منين؟ جايه من التمرين وجايه من الاكل. يعني طب ازاي نشرح مش هيك؟ بص، موضوع ان انت ازاي تعمل عضلات هو مش موضوع معقد، هو موضوع معقد داخلي، بس لما تيجي تطبقه هو موضوع سهل جدا. انت لازم تغذي الالياف العضليه بالبروتين اللازم وتديها التمثيل الغذائي عشان خاطر تديك النتيجه. لازم تعمل عمليه هدم اثناء التمرين عشان يحصل عمليه اصلاح بعد التمرين. فتبتدي الالياف والانسجه تتربى تاني، تبتدي تخزن بروتين تاني، تبتدي يطلع لك العضلات. يعني ده يعتبر المختصر يعني. المختصر. طب كابتن هاني، يعني اذا كان ده المختصر، لكن هل نقول ان من الممكن عشان انا اربي عضلات واكون جسم كده منشطات؟ برضه لا، المنشطات دي ليها سكه تانية وليها دنيا تانية خالص، بتتاخد تحت اشراف طبي وهي مش دنيتنا احنا خالص يعني. لكن انا بحب اقول يعني لو حبينا مثلا نقول ايه هي اسس وقواعد بناء الجسم، طبعا تكمله للكابتن كلام الكابتن، ممكن نقول ان انا ممكن اخد نظام غذائي صحي يتناسب مع الوزن بتاعي، مع الهدف بتاعي. ممكن نقول تاني ان انا بحاول اخد كمية سعرات حرارية اكبر من كمية السعرات الحرارية او الفقد في المجهود اللي انا بعمله. يعني انا بعمل مجهود قد كده، انا باخد سعرات حرارية قد كده. طبعا الحاجات دي بتتطلب بعديها راحة، بتتطلب ان الواحد يكون بياخد كمية بروتين تكفي من الفقد في اللي بنعمله في التمرين. طبعا زي ما الكابتن عارف ان وحده بناء العضله هي البروتين. فزي ما انا بعتمد في اسلوب الطاقه على السعرات الحراريه اللي هو الكربوهيدرات، سواء الكربوهيدرات المعقده او الكربوهيدرات البسيطه، فانا بعتمد من ناحيه ثانيه على البروتينات. لكن حته المنشطات لا، انا ما بنصحش بها تماما، لان اضرارها يمكن الشباب الصغير ما يعرفش، ان ممكن مفكر ان الاضرار بتاعتها ممكن في التو وفي اللحظه. لا، الاضرار بتاع المنشطات ممكن على الزمن البعيد. يعني مش هيقول انا خدت منشطات وما عملتش معايا حاجه، لا هتعمل، ومش لازم تعمل تبان خارجي، لا ده بتبقى داخلي وتبقى علاجها بيبقى اصعب بكتير. طيب خليني ان انا اسال، اذا كان هو بيقول علاجها اصعب بكتير جدا، لاعب كمال الاجسام ايه مواصفات لاعب كمال الاجسام؟ ومن امتى يبدا لعيب نقول ان ده هيبدا؟ يعني هل انا ممكن انا واحد ماشي مثلا كده اهو وفارد عضلاته وكده اقول ده لاعب كمال اجسام، او ممكن يكون لعيب كمال اجسام؟ بص، خليني اجاوبك الاول في السؤال الاولاني، امتى يبتدي لاعب كمال الاجسام؟ في مراحل البلوغ. لان هي احنا بنقول انها بتعتمد على البروتين، وكل اللعبه وكل بناء العضلات مهتم جدا بالبروتين. لكن هو اساسي هرمون، هو هرموناتك. لازم يكون جسمك بيمدك بالهرمون التستوستيرون. فطبيعي قبل مرحله البلوغ اصبح ان انت كده لاعب لياقه بدنيه. بعد مرحله البلوغ تقدر تشتغل على بناء الاجسام. ليه؟ لان انت خلاص بقيت انسان بالغ، هنا كده بقى في هرمون التستوستيرون ابتدى يشتغل في جسمك بصوره طبيعيه، ابتدي يعمل لك عمليه التخزين والتمثيل الصح لبناء العضلات. قبل كده ممكن تبقى لياقه بدنيه، انما السن الصح هو 16 سنه. 16 سنة. طب تكملة انا برضه لكلام الكوتش، ان معظم الهرمونات اللي يمكن حضرتك السؤال اللي حضرتك سالته لي، معظم الهرمونات اللي الشباب بياخدوها من مصدر خارجي كده كده الجسم اصلا بينتجها. بس الشاب عايز ياخدها بدل ما الجسم بينتجها بنسبة 80%، لا انا عايز اخدها بنسبة 180%. طب ازاي الجسم بينتجها؟
هي رباني الجسم بينتج هرمون التستيرون موجود في الـ في الـ في الـ في الـ عند البني ادم، هرمون الاستروجين موجود، هرمون النمو موجود، بس الواحد عشان بيفكر ان هو عايز يبني بسرعه وبيبني بطريقه اسهل فبيضطر ياخد الهرمونات دي من مصدر خارجي. طب نقول برضو الحته دي عشان برضو الشباب يعني ايه نوصلها للشباب كويس. انا لما هاخد الهرمون الخارجي، الهرمون الداخلي ده عامل زي مصنع وفي عمال وفي موظفين وفي مكن، ده انا بشبهه بالهرمون الداخلي. انا لما هجيب هرمون خارجي هجيب الهرمون الخارجي، فهتلاقي عندك العمال اللي في المصنع وقفت، الموظفين وقفت، المكن وقف وبيشتغل الهرمون الخارجي. بعد انتهاء مفعول الهرمون الخارجي اللي هو الموظفين والعمال والمكن، انا ما اضمنش ان نسبه العماله دي او المكن ده يشتغل زي الاول. وهنا بتكمن بقى هنا بتكمن المشكله، ان ماذا لو ما اشتغلش زي الاول، بنسبه كبيره ما اشتغلش زي الاول. فطبعا ما فيش احسن من الهرمون الرباني اللي هو بينتجه الجسم اصلا. طيب خليني اسال سؤال، يعني اذا انا بقول لك يعني امتى استطيع اقول ان اللعيب ده او الشخص ده المواطن ده يكون لعيب كمال اجسام؟ هل في سن معين؟ هل في مكونات معينه ممكن تكون موجوده او مواصفات معينه في جسم البني ادم نقول ده يستطيع، ولا ان مع التدريب ومع ان هو اللياقه البدنيه وكل ده نصبح نقول ان ده يدينا الهيكل اللي هو يكون لعيب كمال اجسام؟ وانا جاوبت حضرتك، السن 16 سنه يبتدي لعب كمال الاجسام. في بقى الجزء اللي ازاي انا اختار الشخص اللي بيلعب اللعبه، هو اي حد يقدر يلعبها. بس في عوامل مساعده. ايه هي العوامل المساعده؟ الجينات الوراثيه بلس هرمون التستوستيرون في جسمك، هل عالي ولا هرمون الاستروجين في جسمك هو اللي عالي؟ هو طبيعي عندنا كلنا التستوستيرون والاستروجين، بس دايما بيبقى عند الرجاله التستوستيرون اعلى. لو الاستروجين اعلى بيبقى هنا في مشكله شويه. في بدايه لعبتك، في بدايه اللعب بتقابلك سنه مشكله. ليه؟ لان الاستروجين ده اصلا هرمون بيبطئ الحرق، بلس انه مش ده الهرمون الرئيسي في بناء العضلات، وبيعمل تسدي، يعني بيعمل حاجه كده احنا بنقول عليها الجينو. دي بتقابل مشكله جامده جدا في لعيبه كمال الاجسام. على فكره الجينو ده بيجي من كتر استخدام الهرمونات الخارجيه. يعني انت اصلا ممكن ما يكونش عندك، ممكن يجي لك من كثره الهرمونات الخارجيه. ان انت كل ما بتدخل لجسمك هرمونات 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 يحصل تكدس في الجسم، يبتدي جسمك يقفل، يبتدي يطلع الاستروجين ازيد، يبتدي يعمل لك عمليه الجينو في منطقه الصدر. الجينات الوراثيه هنا هي اكتر حاجه بتحكم في اللعبه. يعني اقدر اقول ده بطل وده لاعب، او ده هاوي. الجينات الوراثيه اللي هي شكل جسمك في بدايه لعبك وبدايه تطورك، شكل الجسم بيفرق والجينات بتاعتك بتفرق. ممكن لاعب في سنه يعمل اللي عمله لاعب في 10 سنين، وممكن واحد يقعد عمره كله ما يقدرش يعمل اللي واحد عمله في سنه. دي حكمه ربنا. طب كابتن هاني خليني اسال السؤال، يعني ايه خطوره الهرمونات؟ ايه اللي بياخدها اللعيب؟ يعني لعيب لما هو من كمال الاجسام او اي لعيب بياخد منشطات بيكون دي فيها خطوره، الخطوره دي بتتمثل في ايه بالظبط؟ هاخد من كلام الكوتش برضو ان ممكن تعمل عمليه جاينو في الصدر، ممكن تسبب عقم، ممكن تسبب مشاكل على الكلى والكبد. بعض الهرمونات طبعا خلينا نقول ان الكبد هو ربنا خلقه لوظيفه معينه. لما انا بحمل عليه بحاجات تانية اللي هي الهرمونات، فبيبدا الكبد بياخد مسار تاني خالص. فالكبد بيبدا الحاجات دي بتبقى تقيله عليه، فبيبدا يحمل على الكلى ويحمل على المراره، يحمل على الجهاز الهضمي. الهرمونات انا عايز اقول لحضرتك ان الهرمونات بتاثر على الـ على الـ على الـ على الدماغ. يعني ممكن بعض الهرمونات ممكن حضرتك تاخدها بيحصل لك تهيؤات، فبتسبب لك مشاكل في الشغل، شغلك الخاص بيك. بعض الهرمونات بتخلي، يعني ممكن اقول لحضرتك ده التليفون، انا عايز اعمل دقيقه، حضرتك بتقول لي اتفضل اعمل دقيقه، حضرتك بتعمل لي كده، فبتأدي الرعشه في الجسم. طبعا زي ما بقول لحضرتك بتأدي المشاكل في الخلف، بتأدي يعني ممكن نقول لسقوط شعر، ضعف جنسي مثلا؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، ده رقم واحد. بتأدي لسقوط شعر، دي تعتبر مشاكل الهرمونات. يعني طيب الحاله النفسيه والمزاجيه للعيب كمال اجسام مهمه
ولا نقدر نقول في يعني انا مثلا شايف انت بتترا يعني زي هل ده الرعشه دي مثلا ولا لا ده دي من التكييف. التكييف التكييف يعني برود البروده. طيب احنا بس عاوزين نقول اذا كان بعد قليل مشاهدينا الاعزاء هيكون معانا الدكتور منتصر المهندس خبير التغذيه عشان هنتكلم برضو عن التغذيه واهميه التغذيه للاعبي كمال الاجسام والمواطن ايضا في وايضا مخرجنا هيحط لنا ارقام تليفوناتنا على الشاشه علشان ان احنا مجرد لما يعني ان شاء الله يعني اي حد حاب يسال الكباتن او يسال خبير التغذيه فهيكون ايه معانا كل الاجوبه وكل الاستفسارات حول الاسئله اللي انتوا هتطرحوها. طيب نيجي نتكلم عن الحاله النفسيه والمزاجيه، الحاله النفسيه والمزاجيه دي بتلعب دور كبير جدا يا كابتن سمير؟ طبعا. ازاي؟ يعني هو اصلا الواحد لما بيخش التمرين بيبقى لازم فاصل خالص، لازم يبقى مهيأ. انا لو مش مهيأ مش هخش اتمرن. لازم يبقى الناحيه المزاجيه بتاعتي وناحيه التركيز بتاعتي ابقى مركز جدا، لان هو عمليه توافق عصبي عضلي. هنا بيجي التوافق العصبي العصبي العضلي. لان خلي بالك كل حاجه بتيجي من المخ. اي اشاره انت بتديها اثناء التمرين بتيجي من المخ، سواء بوش سواء بول سواء بريس سواء اي شيء. فلازم انا اكون مركز. انا لو مش مركز هخش التمرين مش هقدر اسيطر على التكنيك بتاعي ومش هقدر اطلع المخزون الطاقه اللي عندي، لان اوريدي انا في ستريس في مخي، فمش هيطلع مخزون الطاقه عندي بالظبط. كابتن هاني، يعني امتى بقى نقول جسم البني ادم او لعيب كمال الاجسام بينزل بيهرهر كده او بينزل بيسموها ايه مش عارف بجسمه بيملى دهون؟ هي حضرتك عايز تقول ازاي اللاعب كمال الاجسام بعد ما يبطل جسمه بيقلب دهون؟ هي دي مالهاش علاقه بلعبه كمال الاجسام. بمعنى ان حضرتك هتلاقي معظم يعني الجسم ده هيقعد لامتى ده؟ لمدى العمر؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتتكلم على كون الجسم كعضله ولا حضرتك بتتكلم ان بعد العضله هتروح وتبقى دهون، ولا حضرتك بتتكلم على ان العضله تفضل كده على طول؟ لا، هل الجسم ده بني ادم يقعد على طول كده لمدى العمر لا ولا أكيد. لا اكيد طبعا. بس هذا اوضح للساده المشاهدين ان ارقام تليفوناتنا موجوده على الشاشه دلوقتي، وايضا في برضه مره ثانيه بقول ان شاء الله هيكون معانا خبير التغذيه دكتور منتصر المهندس، وما هيجي ان شاء الله هيخش عشان يشرح لنا عمليه التغذيه وازاي ايه اللي ناكله وازاي ايه اللي ما ناكلوش كمان. حتة ان العضلة او الجسم يفضل زي ما هو لابعد مدى دي بترجع لي ان انا بحافظ على التمرين بتاعي وبحافظ على النظام الغذائي بتاعي. حتة ان انا بعد ما ببطل جسمي بيملى دهون دي ملهاش علاقة بلعبة كمال الاجسام. ممكن حضرتك اي رياضي لما بيبطل لو معرفش يظبط النظام الغذائي بتاعه الدهون عنده بتزيد ازاي. انا دلوقتي زي ما كنت لسه بقول، انا لو انا بتمرن تمرينه احتياج السعرات الحرارية ليها 1000 سعر حراري في اليوم، وانا في التمرين بفقد 1500، فانا هنا مش بعمل عضلة. ده احنا هنا بنتكلم على بند السعرات الحرارية. طيب لو احنا بنتكلم على بند البروتين، واحنا هنا بنقول ان احتياج الجسم للبروتين طبعا بتختلف من واحد للتاني، لكن احنا بنقول بنسبة تقريبية ان احتياج البروتين 1.2 جرام الى 2 جرام لكل كيلو من وزن الجسم، ده بنسبة تقريبية لمعظم الأجسام. فخلينا نقول أنا لو أنا محافظ على الموضوع دوت أنا هفضل محافظ لفترة طويلة جدا على الفورمة بتاعتي أو الجسم بتاعي. طب أنا إزاي أنا أحافظ على جسمي إنه ما يقلبش دهون؟ إن أنا دلوقتي أنا عشان أبني عضلة فأنا باكل عدد الوجبات بتاعتي بتتراوح من 5 لـ6 وجبات. طيب أنا دلوقتي قللت عدد أيام التمرين بتاعتي والوقت التمرين بتاعي عشان أنا خلاص بقى كبرت في السن وعندي مثلا ارتباطات تانية، فأنا مش هفضل وأنا مريح تمرين آكل نفس كمية السعرات الحرارية والبروتينات تمام وأنا مريح. هنا الحاجات دي هتبقى فائض، ودي هتبقى حمل عندي على الكلى والكبد، وهتبقى في الحرق هتبقى أبطأ بكتير. فهنا بتيجي حتة زيادة الوزن، إن أنا باكل أكتر ما أنا بحرق. باختصار شديد باكل أكتر ما بحرق. أيام التمرين بتاعتي قلت، وقت التمرين بتاعي قل، وأنا ما زلت باكل وأنا أكني بتمرن 7 أيام في الأسبوع أو 6 أيام في الأسبوع. أو زي باكل أكني بتمرن من 10 سنين 15 سنة فاتوا. هاكل كتير تمام، لازم أنا أتمرن أدي اللي أنا أكلته أو أكتر. هاكل أقل هفقد أكتر. طيب باختصار عشان أنا جسمي ما يقلبش دهون أو ما يكونش دهون، أنا لازم أخلي نسبة السعرات الحرارية والبروتين قد أو أكتر من اللي أنا بحرقه.
طيب كابتن سمير، يعني خليني اسال سؤال، ايهما بيكون في قوه ان احنا نقول ان التمارين والشغل بيكون صيفا اكتر او شتاء اقل، ولا شتاء اكتر وصيفا اقل؟ هي ملهاش علاقه. ازاي؟ ملهاش علاقه، انت طول السنه جسمك بيديك نفس الدوره اللي انت بتحتاجه منها، ملوش مواسم. بس هو في مواسم في البطولات، انما كلاعب عادي لا، يلعب في طول السنه، مفيش وقت محدد. ده يعني انا بتكلم على التمرين، يعني انا النهارده عشان اعد لاعب كمال اجسام بهذا الشكل او بهذا التأثير، هل يكون في الصيف بيكون اكتر ولا في الشتاء؟ في ناس بيقول لك لا الشتاء بيكون اكتر، التدريب بيكون اكتر من ايه، ما بيكون ايه في الصيف؟ ما ممكن يكون في بطولات في الصيف. لا ما بتكلمش على البطولات، يعني البطولات دي حاجه، ولا في يعني انا ممكن انت بتتدرب على طول لان بتساعد فيه، انا بتكلم على التدريب بيكون هنا بقى بتيجي انت قصدك تقول فتره التحميل. لا انا ممكن احمل في الشتاء اكتر. ليه؟ لان الجسم بيبتدي ما الحرق، معدل الحرق بتاعه بيبقى بطيء شويه في الفتره اللي هو الشتاء يعني. انما انا طول السنه عادي، انت ممكن تحط، ممكن اجيب لاعب في بدايه الصيف اطلع منه بطل على الشتاء، ممكن اجيب لاعب في الشتاء اطلع منه بطل على الصيف. يعني ملهاش مقياس، ملهاش مقاييس. لا ملهاش مقاييس، ملهاش. طيب خلينا مشاهدينا الاعزاء، يعني يمكن احنا حبينا ناخد كده جوله بسيطه جدا او زياره بسرعه جدا لكمال الاجسام، لكن هنشوف العلاقه ما بين التغذيه وكمال الاجسام بعد الفاصل. معانا هيكون الدكتور منتصر المهندس، مع ايضا كابتن محمد سمير وكابتن هاني حسن هيكونوا معانا ان شاء الله ايضا، وهنناقش موضوع التغذيه، ويا ترى زي ما بيقول ايه، تغذيه سليمه تدينا جسم سليم. خلونا بعد الفاصل نلتقي. مرة تانية رجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء في زيارة خاصة، وبالتأكيد يعني الزيارة دي مرتبطة بين حاجتين، ما بين التغذية وما بين كمال الأجسام أو ما بين الرياضة. طيب زي ما قلت لكم بالظبط، تليفوناتنا موجودة هتكون على الهواء، المخرج الكيلاني وضعنا على الهواء علشان أي حد عاوز يتكلم في التغذية ويسأل فيها هيسأل الدكتور منتصر المهندس الاستشاري وخبير التغذية. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعدت بحضرتك، ودي تاني مرة احنا بنلتقي ايه وانا اكتر، وبنرحب مره ثانيه بضيوفنا كابتن محمد سمير وكابتن هاني حسن. دكتور يعني خلينا احنا كنا بنتكلم عن التغذيه، في فرق ما بين مع كباتن الرياضيين، في فرق تغذيه الرياضي وتغذيه المواطن العادي، ولا هي واحد بس بتختلف في السعيرات؟ لا طبعا زي ما حضرتك قلت اختلاف كبير جدا جدا، ان اختلاف الرياضي ده عايز كالوري، عايز سعر حراري عالي جدا، والراجل الصغير الشاب الصغير اللي هو مش بيمارس رياضه عايز تغذيه ثانيه، اللي على قد حاله قوي اللي هو بيروح الشغل ويرجع ده حاجه تغذيه ثالثه، الست الكبيره ما بتخرجش بيدي تغذيه رابعه، مريض السكر تغذيه، مريض الضغط تغذيه، كل واحد ليه برنامجه الخاص. هي يعني مش نظام غذائي ماشي على الناس كلها، ومش مش مش اتجاه واحد في التغذيه، وحتى انواع التغذيه حتى الكباتن يعرفوا الحاجات طبعا، ده افضل مننا بكتير الناس الرياضيين. تغذيه الرياضيين دي حاجه ثانيه خالص، يعني ده قسم اصلا بنقول ده اخصائي تغذيه، لكن اخصائي تغذيه الرياضيين ده حاجه تانية، حاجه صعبه مش حاجه سهله، لان الراجل ده بيحرق، والحرق ده عايزه يعني عايز مقابل ليه تغذيه، وعايز مقابل ليه علاج، ومقابل ليه فيتامينات، فكله ده يختص قسم كبير جدا جدا، لازم نكون عارفينه، ولازم نكون دارسينه كويس جدا، ولازم نتفهم الحل قدامنا، ولازم ناخد التاريخ المرضي بتاعها، سواء كان مريض، بس هو مش مريض، اغلبيه يعني الناس اللي هو داخلين قسم التغذيه مش مرضى. ده واحد حابب يحسن من سلوك حياته، حابب واحد يحسن من اكله، يحسن من صحته، بالرجوع لي ببدا بقى اخد السي في بتاعه كامل بقى. انت بتلعب رياضه عنيفه؟ لا ما بتلعبش رياضه، بتلعب كام مره في الاسبوع، لدرجه خلي بالك اللي عنده ضغط وسكر وخشونه لما يجيني عايز يخس مثلا، او عايز يظبط وزنه، او عايز يظبط الشكل الاكل بتاعه، بقول له اقل حاجه امشي نص ساعه كل يوم متواصل كده، انا دخلت رياضي؟ لا مش رياضي، بس انا بحاول ازود الحرق بتاعه، بحاول ازود المجهود اللي بيعمله، انا عندي خشونه، اقول له امشي، ما اقولوش اطلع السلم، ما اقولوش اقف، اقول له امشي. ده ما بالك اللي مريض ضغط وسكر وعنده خشونه وجاي ينزل شويه من وزنه. فلا الرياضي ده عايز يعني احنا كنا بندي مثلا الراجل الشاب اللي هو مثلا 30 35 سنه، بندي له مثلا نظبط اكله ونظبط وزنه من 1500 ل 1800 سعر حراري. لا ده الرياضه انا ممكن اديله 3000 3700 لا كمان عارفين ممكن اديله 4000 كمان لو هو حرقه جامد. واحد ما شاء الله بيلعب 4-5 ماتشات في الاسبوع، واحد مثلا ما شاء الله بيتمرن 3-4 ساعات في اليوم متواصلين، واحد مثلا بياخد بروتين او بياخد حاجات زي كده فيتامينات، لا لازم ازود لازم. طب يا دكتور خليني يعني اسال، ليه لعيب بيكون شرس في التغذيه، يعني في الاكل،
يعني انا كمواطن عادي ممكن ايه لو الفرخه قدامي اكل منها ربعها ان كان نصها ان ضربتها الدم، انما هم كلاعيبه ممكن ياكل لو قدامه ديك رومي ياكل الديك رومي ده او ياكل اكتر من كده. ما هو الحرق بتاعه، ما هو واحد بيبذل، ما هو كل الموضوع في الجسم الانسان ان واوت داخل وخارج، هو بيخرج كام وبيدخل كام، بيدخل كام كالوري بيطلع كام كالوري، ده هو بيحرق اكتر. فللاسف لو هو يعني واحد رياضي كان مش فاهم وبدا ياكل قليل وبدا يحرق زياده هيحرق العضله، هيخس عضل. يعني كان جاني واحد كابتن عايز يظبط منطقه وبتاع، قلت له ماشي ممكن نعمل تخسيس موضعي، لكن واحد مثلا ما شاء الله زي الكباتن كده ما شاء الله جسمه كويس جدا جدا وجميل زي كده وعنده شويه بطن، لا ما اقولوش الا اكلك، اقول له ظبط حياتك، ظبط رياضتك، ظبط جيمك. يعني ايه ظبط حياتك؟ ظبط حياتك ازاي؟ انه ما ياكلش بالليل، ان هو يبقى متعدد الوجبات، ان هو يبدا يزود على البروتين، لا والله اسحب شويه النشويات، مش اسحب النشويات، اسحب شويه النشويات بقدر المقدار. طب قد ايه؟ لا مش قد ايه، ما كل حاله ليها الثانيه، والانبادي بتاعه وتحليل الدهون بتاعه ده غير ده. ما ينفعش مثلا محمد زي احمد، كابتن هاني ما ينفعش زي الكابتن، ما كل واحد ليه الانبادي بتاعه. تمام، فلا والله انت ممكن تعدل الوجبات بتاعتك، ممكن تشرب ميه كتير، ممكن تمارس رياضه معينه، ممكن تلعب بطن كتير جدا حسب برضو النصايح في الرياضيين بالذات. بالذات دي حاجه حساسه، ده واحد لو قدر الله لو لخبطت معاه يومين ثلاثه تفرق في حياته، واغلبيه الرياضيين دول اغلبتهم بيبقى ده شغلهم، فكده انا ضررته في شغله، يبقى انا كده راجل فاشل. لا فده غير ده، يعني ده مثلا عنده بطن، ده عنده هانش، اغلبيه الرياضيين بيكون عندهم شويه بطن خفيفه. انا اسال بقى سؤال بقى ليك يا محمد، امتى تقول للاعيب او واحد جاي انت بتدربه لا الجا لاختصاص استشاري تغذيه، ولا انت بتقوم بدور الاستشاري التغذيه؟ بص هو سؤال كويس، الحاله الوحيده اللي انا ممكن اقول له الجا لدكتور التغذيه لو هو جاي لي بيجنر ما لعبش قبل كده رياضه وعنده حاله انيميا، انا شاكك ان عنده حاله انيميا جامده، ساعتها لازم اقول له روح لدكتور تغذيه. انما لو هو كان بيلعب قبل كده اكيد انا هكون عارف ايه المصادر اللي هو خلى عنها جسمه وجابت له الانيميا. يعني هي الانيميا بس اللي ممكن اقول للاعب فيها روح لدكتور التغذيه، ده لو عمره بحياته ما لعب كمال اجسام. انما لو لعب قبل كده وجاي لي بهذيان او عضلاته دبلانه او مثلا كان عنده اصابه وبطل تمرين، لا دي الحاله دي ممكن تبقى معايا كويسه. طب هل حضرتك برضو تكمله برضو للكلام ده بالنسبه للشباب، بالنسبه للسيدات ممكن الدكتور طبعا يعرف اكتر مننا، الستات الحوامل، الستات الحوامل خصوصا لو كانت معاها سكر او ضغط او مرض او ما شابه ذلك او اي عرض، انا في الحاله دي بخليها تلجا اكتر للدكتور دكتور التغذيه او الدكتور المتابعه ليه. طيب هو هل ممكن يحصل خلاف بينك وما بين في النصائح اللي انت بتديها للعيب عن النصائح اللي بيديها خبير التغذيه؟ هو انا زي ما كابتن هاني لا طبعا، لا طبعا احنا الاثنين مكملين لبعض. يعني انت مكمل التغذيه؟ طبعا، لكن هو كلنا في مدرسه واحده، ما بيختلفش. يمكن هما برضو الحاجتين اللي زي ما حضرتك كنت بتقول، هي الست الحامل اللي هي حامله المرض او اعراض مرض زي الضغط او السكر او خلافه، وحاله الانيميا خصوصا الانيميا الحاده. ايش كنت عايز تقول يا محمد؟ كنت عايز اقول ان مثلا انا في شاب ممكن يجي يقول لي يا كابتن انا اول مره في حياتي العب، بس انا عندي مثلا ضعف في كالسيوم، لا اقدر اديله مجموعه اكل او اعمل له تغذيه اوفر له فيها العناصر اللي تساعد على تخزين الكالسيوم اللي فيها كالسيوم، اقدر افيده فيها. طيب. في واحد ممكن يكون عنده نقص في الحديد اقدر افيده فيها. واحد عنده مثلا الحرق عنده عالي اقدر اديله تغذيه ابطئ له الحرق، والعكس لو حد الحرق عنده بطيء بالتغذيه، مش يعني التمرين بيجي بس التغذيه بتلعب دور جامد جدا 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 في موضوع الحرق سواء بطيء او سريع. دكتور يعني خليني اسال، هو ده كان الكلام اللي احنا سمعناه منهم كرياضيين، وبتقول حضرتك قلت كمان ان ما بيختلفش ايه التوجهات من الاستشاري التغذيه او التوجهات فيه، لكن في نقاط بيكون استشاري التغذيه بيكون فيها حاد، يعني والامور دي محتاجه، انت جاي لي بتقول لي انا عندي ضغط وعندي سكر وعندي كذا وعاوز انزل وكذا وبتاع، التمارين الرياضيه لازم تعملها وكل ده، ما انت برضو هل انت يعني بتتدخل رياضيا مع ولا بتدخل في يعني بتديله نصائح غذائيه؟ اول حاجه بس ان احنا بنحترم التخصص، يعني بحترم التخصص. انا ليا حدود
وكل واحد فينا له حدود وكل واحد بيسلم الثاني. بمعنى ايه؟ جاي لي مثلا مريض عنده سمنه مفرطه وشغاله تديله تخسيس وما بيخسش، اقول له نزل وزنك بيعمل كل حاجه. وقتها بنلجا ان احنا ايه؟ لا والله، بقول له اعمل لي تحليل دهون واعمل لي تحليل غدد. ببص تلاقي الغدد عنده متبهدله. اتكلم في الغدد؟ لا، هنا خط احمر. لا، تروح لدكتور غدد صماء، تروح لدكتور باطني، انت كده تجاوزت حدودي انا. اذا الموضوع كله هو تيم ورك، فريق عمل واحد. دايما جانب الجانب الثاني. دلوقتي انا بقول له مارس رياضه، بس هل انا اقدر اقول له مثلا شاب وبيتدرب اقول له مارس رياضه وانا اقول له امشي نص ساعه والكلام ده، لما اروح للكابتن هيقول له الكلمتين دول؟ لا، ده برنامج ثاني خالص. لكن انا بدي له جنرال، يعني حاجات في عموم وكده. ايه؟ اقول له والله امشي رياضه، روح العب، انزل جيم، شيل احمال بتاع. بقول له الكلام ده في كام دقيقه؟ دقيقه دقيقتين ثلاثه. لا والله يا كابتن انا مش عارف امشي. طب انزل جيم، وانزل لكباتن زي كابتن هنا وكابتن محمد ويشتغل معاهم، مفيش مشكله. يروح لكابتن محمد اقول له الكلمتين دول؟ لا، ده في برنامج متخصص ودنيا تانية. يبقى كل واحد بيشتغل في، يعني بيعمل من خلال تخصصه، من خلال اتجاهه. وكل واحد بيكمل التاني، مفيش تضاد ومفيش تحارب. اللي بيتضاد وبيتحارب ده واحد مش فاهم شغله، او واحد مش فاهم دوره، او واحد بيتجاوز دوره، او واحد بيلخبط بيقول كلام غلط. يعني واحد مثلا مريض خشونه اقول له اطلع وانزل السلم 5-6 مرات في اليوم. ده مريض خشونه، ده ربته راح في داهيه، ده تعبان، زودت له الالم. ده واحد مش فاهم، لكن طول ما الانسان فاهم مجاله فاهم شغله، ده ما فيش مشكله فيه خالص. دي النقطه. النقطه الثانيه اللي احنا حابين يعني نتكلم فيها في حاله كده، الرياضه دي جزء من حياه اي انسان. واللي ودانا في داهيه عدم ممارسه الرياضه، ان الواحد ياخد العربيه ويخرج من بيته بتكتب من كان ثمنه لحد المواصله، من المواصله للمواصله، من المواصله للشغل، من الشغل للاسانسير، الاسانسير لبيته. احنا بنتعب بنعمل مجهود، بس السؤال هنا بقى العلمي اللي لازم يطرحه، هل ده كله بيخسس؟ الواحد يقول لك اقول له اخر في المتابعه معايا اقول له والله امشي نص ساعه في اليوم، اعمل رياضه، او روح كابتن العب جيم. طب انا ممكن امشي في البيت، لان يعني انا هضرب لك مثال بسيط. السيده ام كلثوم كانت بتمشي على كورنيش النيل كان زمان، لكن دلوقتي لما حصل ان هو الزحمه والحاجات دي بقت تتمشى. عبد الوهاب كان بيتمشى في البيت بالعجل. يعني يعني ده ما ده المفهوم الخطا اللي بتكلم فيه يا استاذ. ان هو يقول لك ايه ده، طول النهار بخدم امي وبخدم حماتي وبخدم جوزي وما خسيتش، انا مش باكل حاجه، ده انا وقعت، انا هبط. هو ده بيحصل بتوع تعالى المحلول بيجي له انيميا، لان متخيلنا شغل البيت ده يخسس. لا لا لا، للاسف الكلام ده مش كلامي ولا كلام اي حد، ده دراسات وابحاث اتعملت ان لا، شغل البيت ما يخسسش، مع احترام شغل البيت ده كله. طب تيجي تقول لك والله ده انا مثلا هعمل مجهود في البيت، هلعب تمارين زومبا، هلعب ايروبكس، اي حاجه على الموبايل. مع خبرتي وليس الدراسه العلميه، مع خبرتي الحياتيه، اللي بيلعب رياضه وبيمشي وبيروح جيم بيخس اسرع من اللي بيعمل زومبا ايروبكس في البيت. ليه؟ لان الحرق بتاعه بيبقى اعلى، حرق منظم. تخيل في حد يعرف يعمل رياضه في البيت نص ساعه متواصله ما يتعبش؟ 5 دقايق هيريح كده، هو واقف الحرق. طب ما اللي بتشيل المراتب وبتشيل السلم، لا ما بتشيل وتريح. بتشيل وبتتشال بعد كده، بتعمل الموضوع ده مثلا مره كده كل سنه ولا حاجه. لكن الموضوع الجيم هنا متغيرات الاجهزه متغيره، الكارديو، التريد ميل، الحركه هنا مختلفه. لكن في البيت لو هي مراتب وحاجات زي ما حضرتك قلتها كده، دي ممكن مره كل شهرين ثلاثه ولا حاجه. ولو بتمشي في البيت كل يوم جسمها خلاص احتاد على حرق السعرات الحراريه دي كل يوم، مفيش جديد. يعني مفيش جديد. لكن في الجيم لا، في غير ان الكابتن هيبقى متابع، لا في الحركه هنا تبقى مختلفه، اجهزه وتريد ميل وكارديو. طيب انا عايز في ايام افضل النهارده ان انت يعني الدكتور بيقول نمشي ورا وكده، الجيم هو اللي بيكون العلاج الحقيقي لاي انسان عاوز يعمل يخس او يقوم بانقاص الوزن، ولا ان يمشي على الروشته بتاعت الدكتور وخلاص؟ يعني تاكل ايه الصبح، ما تاكلش ايه بالليل، اشرب ايه، ما تاكلش ايه. بص كده، هنا بتيجي حته الجيم. كل الرياضات اللي على مستوى العالم بتحتاج الجيم. في عندهم جزء متخصص لفقرات الجيم، سواء رياضه الكوره، تنس، سباحه، باسكت، اي رياضه الجيم بيخش فيها كفرع رئيسي. طب ما بالك بالانسان العادي، ده لازم يبقى جزء من حياته. يعني ده جزء لا يتجزأ من حياتك الطبيعيه. طيب خلينا ناخد علاء من الشرقيه، اتفضل يا اول اتصال، اتفضل يا اخ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت في شبابي كده، كنت بمارس رياضه كمال الاجسام وكده، وكان وقت يسمح كده يعني، وكان وزني زايد، قدرت ان انا انزل وزني حوالي 30 كيلو وده جسمي المثالي. لكن دلوقتي
يعني دخلت في الأربعين والمسؤوليات وكده، فشغلي شاق جدا في صعوبة يعني. نفسي أخس تاني، وزني رفع تاني، فأنا نفسي أخس تاني يعني، مش بقدر، لأن الشغل التاني يعتمد أكثر حاجة على التغذية لأنه شاق جدا. فلو في مثلا يعني طريقة حضرتك تقولها لي يعني أقدر أنسق بين الشغل وبين الأكل، مش بقدر أنظم الأكل، لازم أوكل، الشغل صعب شوي. طب يعني هو برضو عاوزين نفهم يعني السؤال اللي حضرتك عاوز تطرحه. السؤال انا وزني زاد دلوقتي، وزني زاد، الشغل بتاعي صعب، لازم اوكل، بحاول بقدر المستطاع ان انا اخفف الاكل بس مش بقدر، حتى لو خففت الاكل بحس ان انا بدوخ، مش ينفع، لازم اوكل عشان اقدر اسيب في الشغل يعني. طيب الدكتور علاء. بص يا نصر علاء، هو انت بس يعني مشكله عامه، يعني مشكله عامه، يعني اغلبيه المصريين بيقولوا نفس الكلام، انا ما لو قللت اكلي انا ما بعرفش امارس رياضه، انا بخلص الساعه 12 بالليل. انا بديك اربع نصايح في العموم، ولكل حاله نصايحها الخاصه، بس دي نصايح عامه يعني ليك ولغيرك. اول حاجه تعدد الوجبات وانتظام الوجبات، يعني انتظام الوجبات يعني افطاري بدري، افطاري من 7 ل 10، وقلل شويه في النشويات، العيش يعني ايه، يعني في عمومه بندي من نص الرغيف في الفطار، مبيبقاش رغيفين ثلاثة. انا بكلم في عمومه، انا ما اعرفش مشكلة حضرتك الصحية، هل عندك حاجة مرتبطة بالسمنة دي ولا لا؟ دي أول حاجة. الغداء بتاعي بيكون من الساعة 2 للساعة 5، دي معدلات حرق لابد ان انا التزم بيها. العشاء بتاعي مش بعد الساعة 10، من 7 ل 10، يجب ان انا اشرب ميه كتير، اشرب 12 كوباية ميه او اكتر. بعدد ليه الميه يا استاذ علاء؟ بعدد الميه عشان اقلل السعرات اللي باخدها، عشان ازود معدل حرقي، عشان انضف الكلى بتاعتي. الناس اللي ما بتشربش ميه يجي بالليل على الساعة 12 يفتكر ان هو ما يشربش، يروح شرب اربع خمس كوبايات. هو انت كده جدع يعني؟ انت ما شربتش ولا حاجه، انت تخش يعني تعمل حمام وخلاص، كل الميه اللي دخلت جسمك ما دخلتش. فاحنا بنوزع الميه. السناكس بين الوجبات، يعني سناكس يعني مثلا انا ماشي في الشغل بتاعي في نص خيارايه، نص تفاحايه، ماشي في الشارع انا ممكن اخد مثلا بسكوت اللي هي بالشوفان دي، ما فيش مشكله، ده بين الوجبات. يبقى اول نصيحه بقول لحضرتك التزم بمواعيد الاكل، عدد وجباتك. تاني حاجه كثره شرب الميه. تالت حاجه حضرتك ان انت تمشي تلعب رياضه، ومش رياضه لو انت قليل الحيله يعني الموضوع قوي ما عندكش وقت زيك زي باقينا كلنا كده، ماشي نص ساعه يوميا منتظم. طيب. او على الاقل يوم بعد يوم. الناس اللي بتنسى تشرب ميه يا دكتور. طيب معانا مكالمه من سوهاج. اتفضل. انقطع الاتصال. طيب الناس اللي بتنسى تشرب ميه، بيقول لك انا جسمي معبي ميه، دي مش دهون، ده جسمي معبي ميه. فيقول لك انا لا، فاقول له بنقول له اشرب ميه، لا تشرب ميه تطرب ميه، لا ويجي يقول لك ايه انا هشرب زي ما اقول لك كابتن، يجي بيقول لي افتكر قبل ما انام انت عملت ايه، لا انا شربت ميه، ما شربتش ميه، ده مش شرب. اخر نصيحه بس بقولها له انه يعني يعدد شويه من مشروبات الحرق، اللي هي مشروبات بيقول انها بتشيل ايه ضدود الاكسده زي القرفه والجنزبيل والكمون والشاي الاخضر والحاجات دي كلها. طيب خليني يعني انتوا كرياضيين يعني شايف ايه يعني عزب منسجم ما بين التغذيه والكيت، لكن السؤال طب احيانا يعني انا بجد ان اللعيب بتاع في كمال الاجسام وخاصه كمال الاجسام بيستخدم حاجات يعني مواد يعني فيها حاجات كيماويات، وهل دي مش خطوره علي؟ وحضرتك تقصد المكملات الغذائيه؟ بالظبط المكملات الغذائيه، مش عاوز اقول عشان ايه المكملات الغذائيه. وحضرتك المكملات الغذائيه احنا ما بنلجاش ليها، او المفترض ان الشاب ما يلجاش ليها الا في حالات في يعني احنا بنعمل عضلات من غير يعني ممكن حد يعمل عضلات من غير مكملات غذائيه. ازاي؟ لو ظبطت اكلك كويس عرفت نسبه السعرات الحراريه اللي جسمك، ده في محلات مخصوصه للحاجات دي، ده حقيقه. واعلانات ومش عارف ايه والكلام على ايه. دلوقتي بند ان انا ممكن اعمل عضله من غير بالاكل بس ممكن، وعضله جميله جدا. بس انا اعرف اكون انا فاهم في التغذيه، اعرف ان انا بدخل سعرات حراريه امتى وبنسبه قد ايه، اعرف ادخل بروتينات قد ايه، فيتامينات، معادن، الحاجات دي كلها. طيب بالنسبه للمكملات الغذائيه ما فيهاش اي ضرر خالص. انا عايز اقول بس ان ايه، ان المكمل الغذائي بنسبه كبيره لو انت خدت اكتر من احتياجك العضله مش هتستفاد، بس انت اللي هتضر. يعني العضله مش هتستفاد بس انت اللي هتضر. هل هيبقى حمل؟ اتفضل. لا كم هيبقى حمل على الكلى والكبد بنسبه كبيره. طيب لو انا خدتها بالنسب الموصى بيها او حسب اشراف طبيب او حسب اشراف كابتن، انا كده هعمل يعني ما فيهاش اي ضرر خالص.
طيب ده بالنسبه للمكملات الغذائيه، لكن لان المكملات الغذائيه هي معظمها احماض امينيه وجزيئات كده كده الجسم اصلا موجوده في الجسم والجسم بيفرزها، بس كل الحكايه ان انا ممكن في بعض الاحيان ان انا ممكن احتاج ان انا ازود النسب دي، وهتعمل معايا عضله يمكن بنسب بتتعدى 30 40%. طب هل انت متفق معايا على هذا الكلام؟ انا متفق معايا طبعا في الجزء دوت، بس انا بقول ايه؟ ان المكملات الغذائيه زي ما حضرتك كده قلت بقى ليها شركات وبقت بتاخد شهاده جوده وبتنزل تحت الاشراف الصحي والطبي، معنى كده ان الموضوع اتطور. انا مش بدافع عنها، انما انا بقول احنا عندنا حوالي اكتر من 200 حمض اميني داخل جسمك. انا بتكلم بقى في اللعبه بتاعتي، منهم 20 حمض اميني مهم جدا لجسمك، منهم 8 احماض امينيه مهمين جدا لبناء العضلات. هل سيادتك هتقدر توازي الثمان احماض او ال 20 حمض من خلال الاكل؟ هتقدر تاكل في الوجبات بتاعتك مكسرات، كارب بسيط، كارب معقد، بروتين، كونسنتريت، او سواء ايزوليت، او سواء زي ما جسمك محتاجه، هتقدر توازن من كل دول في الوجبات؟ لو انت لاعب كمال اجسام اتحدى. هنا بيخش موضوع المكملات، لازم طول ما انت البناء العضلي بتاعك بيزيد، هو شكل هرمي، طب تطلع تفضل تطلع. لو في المرحله اللي فوق دي فضلت مهتم بالاكل بس والتغذيه بس، هتنزل تاني، لانك مش هتقدر توازي اللي جسمك محتاجه كله. مش هتقدر تحط على قدامك 20 صنف، لان دي الياف عضليه. وبعدين انت عندك الاكتين والميوسين هما اللي بيمتصوا البروتين من الاكل اللي انت بتاكله، وبتبتدوا يعملوا الياف عضليه جديده. طيب ده غير يا كوتش طبعا، ده غير طبعا طريقه الطهي طب نفسها دي بتخلي الـ 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 الاكل ممكن طريقه الطهي اللي هي الطبخ ممكن يفقد 50% من فوائد الاكل. طيب دكتور علاء، يعني خليني دكتور منتصر، عفوا دكتور منتصر، يعني خليني اسال سؤال. الناس يقول لك ايه، اروح جيم افضل مما اروح لايه، لدكتور تغذيه، لان الدكتور التغذيه هيكتب لي على حاجات ومش عارف ايه، اكل ايه واشرب ايه ومش عارف ايه وبتاع، وادويه والحاجات دي، انما الجيم هيقول لي اتدرب واعمل والكلام ده كل ده. جميل جدا. نفس الفكره لما واحد يروح يجيله صداع يروح الصيدليه ياخد علاج، هل ده صح؟ هل ده خطا كبير؟ واحد ابني عنده دور برد يوديه الصيدليه يكشف عليه في الصيدليه ويديله، طبعا ده الدكتور بقى لا لا ده في عمومه للاسف ليه مضاعفات، واللي بنشوفه قدامنا مضاعفات خطيره. ان واحد يتخلى عن دوره او للاسف بعدم مش عايز اقول جهل، بعدم معرفه، ان بيلجا لحاجه مقابل حاجه. تيجي واحد تقول لك والله ده انا رحت الجيم، انا مش بشتم في الجيم ولا حاجه، رحت الجيم يا اخويا رجعت ركبي 42 مش عارف امشي، اصل خدتني على التريد ميل ساعه ضرب ساعه ضرب، وخلتني ادوس جهاز بوش اب ومش داون وبتاع. لا، ما احنا بنظبط الاثنين، ما هي المشكله هي راحت يعني ما هو بيبص على التكلفه الماديه يا فندم. لا مش تكلفه ماديه، برضو اصل التكلفه الماديه في الجيم مش ده الجيم ايه، مش هيقول له كل كذا واعمل كذا وبتاع، ده هيجي يقول له ايه اجري واعمل وبتاع. لا كده يقول له كل، لا 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 يعني ما انا صح، لا يعني ما صح ايه، التكلفه مش هتبقى زي التكلفه اللي عند الدكتور ولا هي انت شايفها العكس؟ بص حضرتك، هو زي ما اتكلم الكابتن كده محمد، ان في بعض دكاتره التغذيه بيعقدوا الموضوع، يقول له كل كاجو كل لوز كل مش عارف ايه، المره دي يفتح بقه يقول له خد حاجه نبات اسمه نبات جنسن، نبات جنسن ده انا رحت اجيبه ليا انا شخصيا، سالت لقيت العود ب 200 جنيه خدت بعضه ومشيت. لكن لا لا، لازم يكون متوفر البدايل لاخصائي التغذيه او حتى الكابتن الرياضي كابتن الجيم ينصح بيها المريض الحاجات اللي على قد حالنا. يعني تقول المريض مثلا افطر نص رغيف بقى شوت فول، خلاص ماشي حلو كده. اكيد تقول له مثلا ايه، انت تاخد شريحه رومي وتاخد مش عارف كام ايه، ده كده كده انت كده، ده رد حضرتك ده صح كده، انا ده الراجل ده مجنون مش هروح له تاني، ده عايز لوحده ميزانيه اصلا. يعني حضرتك انا عشان ده حتى برضه مشكله، قابل كام مرضى النحافه، انا بتقابلنا شخصيا مع مرضى النحافه، اجي اقول له اكل ابنك معلقه عسل اسود بين الوجبات، فيجي مره يقول ما عملتش حاجه، ليه؟ اصلا هو مهرج يقول لك معيش فلوس اجيب عسل اسود. اقول له والله لا، انت تفطره فطيره بعسل وطحينه. طيب كويس جدا. اجي اقول له مثلا اتغدى مثلا بشاميل، طيب ماشي، ما هو بشاميل ده مش كل يوم حضرتك، ما هو ده مكلف عليا ان انا اخري مثلا اجيب كشري للولد، اخري مثلا اجيب مثلا بيضتين مسلوقين اكلهم له. ففي دي مشكله كبيره بتقابلني اكتر، مش في السمنه كمان، عارف السمنه ده احنا بنقلل اكله، مش كيف النحافه، فدي بنحاول نعوضها بالبدائل المتاحه. طب يا دكتور ما نخلص بقى من الموضوع، نكمل من المعده وخلاص وتنتهي المره. ده انت دخلت في ليفل لوحده كده، انت دخلت في ارقام فلكيه. لا لا لا، بص هو يعني كنظره اقتصاديه ونظره صحيه، انا مش بقول موضوع فاشل، موضوع التكميم ولا موضوع الجراحات، دخلتني في الجراحات. الموضوع الجراحات ده ليه جنب خاص خالص، بعد ما انا مزحه يعني، بعد ما انا اوصل لخط مع مريض انا مش جايب نتيجه،
رقم واحد. رقم اثنين بعد ما المريض بيعدي الدرجه الثالثه من السمنه المريض يعدي ال 140 كيلو بيبقى وقتها بيخش طبيب الجراحه، وده برضو دور ثاني من دكاتره من دور الفريق العمل ان انا ما تعداش تخصصي. واحد 140 150 كيلو ومش عارف يخس ومش عارف يعمل حاجه، كل زي بيقولوا على كده كل مش عايز مش قادر مش قادر اطلع اكل، هو انا كده مش انا بقى رب النهار اصحى بالشغل بالليل. انا بس عاوز اعقب على كلام الدكتور. انا صادفني شخص جه كان عامل عمليه تكميم معده، ما كانش بيعرف ياكل الخياريه كامله، رجع وكل شويه يخش يرجع وبيجي له غثيان اثناء التمرين. وكان جاي، وعلى فكره يعني هو وريني صورته لما كان مليان وراني صورته بعد ما عمل العمليه. لا انا قلت له انت لما كنت تخين كنت احلى، الترهلات دي كلها هتتعبك جدا، انت لو كنت جيت لي قبل العمليه انا كنت خليتك على الاقل على الاقل انسان طبيعي. انت دلوقتي مش عارف ياكل الخيارايه، مش قادر ياكلها، بياكلها على مرتين. فده انا شايف ان هو موضوع مش لا بص بص كده هو الموضوع بص الجراحه عموما اتعملت للحالات الحرجه والحالات الخاصه. لكن واحد مثلا واحده وزنها والله بجد واحده وزنها كان 90 كيلو ياخد عمل عمليه ب 80 بقى، دخلت عمليه ودفعت قد كده ودخلت في ريسك خطوره عمليات وجراحه عشان 10 كيلو، انت كنت جبتيهم في شهرين ثلاثه. لكن هي معموله لواحد مثلا واحده كبيره في السن وعملت عمليه فقرات والشرايح اتحركت في مكانها والدكتور بيقول لها انت هتودينا في داهيه لازم تخسي، فهي ما عندهاش الوقت ان تخس في 3 4 شهور، عايز تخس في اقرب فرصه تخش جراحه. فالجراحه دي الحالات خاصه، لكن مش دلوقتي اصبح واحده مثلا عايز تخس 20 كيلو تخش جراحه. طيب مش يعني فاظهر الموضوع يعني في تساهل في جرأه في جرأه. عشان لن يتبقى لنا غير 5 دقائق على نهايه الحلقه، خليني اسال سؤال فيه دكتور. باب النجار مخلع بالنسبه يعني استشاري التغذيه، ممكن الاقي استشاري تغذيه تخين وكده وبتاع وهو اللي بيديني نصائح ويقول لي في وليد كرش وكده. هرد عليك رد على وليد لما قال له ايه احنا بنحب الاكل بنحب الاكل. بص المشكله زي ما قلت اول الحلقه ان ستايل اسلوب حياتنا اسلوب خاطئ واحنا بنبرر نفسنا، بمعنى ان احنا ممكن نمارس حتى استشاري التغذيه واخصائي التغذيه وحتى يعني كباتن برضو هتلاقي ممكن تلاقي في كباتن منهم شكلهم مش حلو كده بكرش وعضلات، ده اسلوب حياته خطا. اهم حاجه بقولها لاي مريض بيجيني او اي حد عايز يخس، انت لو جاي تخس ما تجيش، انت تيجي تظبط اسلوب حياتك عشان حتى بعد ما يخس ما يرجعش تاني. طيب هاني يعني عاوز اسالك سؤال، اسلوب حياتك لو كبرنا في السن هيتغير ولا هيبقى زي ما هو الماشين في نفس المواد الغذائيه بنفس التدريب نفس فيها؟ حتى لو انا شفت كنت بتفرج في يوم من الايام لقيت راجل مسن كبير يعني 60 سنه وكان عنده عضلات وعنده كل الامور دي كلها. حضرتك وحسب هدفك وحسب اصرارك وحسب عزيمتك انت داخل اللعبه اساسا ليه؟ يعني انت انا مثلا واحد بخش بطولات انا عايز افضل محافظ على البطولات دي لابعد مدى من سني. طب ده بالنسبه لجانب البطولات. طب بالنسبه للجانب البدني انا جربت الاكل الصحي، ما فيش احسن من الاكل الصحي. طيب محمد انا شايف ان ده اسلوب حياه. لغايه 60 سنه هفضل اتدرب ولا عمري في يوم من الايام هقول انا مش قادر اتدرب. كلمه مش قادر دي هي اللي بتعمل دهون، كلمه مش قادر دي هي اللي بتعلي الكوليسترول، كلمه مش قادر دي هي اللي ممكن تجيب لك اي مشكله صحيه في حياتك. خلي ذهنك صافي، خلي الرياضه جزء لا يتجزا من حياتك اليوميه، صدقني هتلاقي ان اسلوب حياتك في كل شيء اتغير. طيب دكتور يعني خليني اختم بحضرتك واسالك السؤال، لو انا تخنت 5 كيلو اجري على الجيم ولا اجي على الاستشاري؟ الاثنين في نفس الوقت. ما التكلفه؟ لا مش تكلفه. بص مش تكلفه، هو الموضوع حسب ما انت عايز حسب ما انت ناوي تعمل ايه. انت انا في ناس بتيجي بجد تخس في 20 30 كيلو شهر وشهرين، في واحد يقعد في سنه واثنين. اصل حسب نسبه معنى الكباتن نسبه التزامك باللي انا بقوله. ما انا بقول لك امشي نص ساعه يقول لي حاضر ان شاء الله كده ماشي، يقول لي انا مش مره في الاسبوع، فانت ما التزمتش 10% 20% 40% تقدر تحقق ده في اقرب فرصه ممكنه بتظبيط اسلوب حياتك واتباع نصايح والارشادات الصحيه السليمه. دكتور منتصر المهندس استشاري التغذيه، شكرا لحضرتك على حضورك وتكريمك وتاخرت علينا بس ايه استفدنا في الكلام اللي معاك. كابتن هاني بنشكر حضرتك، كابتن محمد سمير بنشكر حضرتك على حضورك، وان شاء الله يعني طبعا يعني حبينا من خلال الزياره الخاصه دي اللي احنا نعمل يعني تكامل ما بين الرياضة والتغذية، وعرفنا ان لما تتخن 10 كيلو او 5 كيلو
روح للتغذيه وروح ايضا ايه للرياضه، فالاثنين هيساعدوك ان انت تنزل ايه جسمك، هتنزل وزنك. وزي ما قال الدكتور منتصر بالظبط، احنا عندنا اخطاء شائعه كبيره جدا في عمليه التغذيه، يعني المطبخ هو سبب ايه المشاكل كلها، وجلوسك امام الشاشه كتير والقهوه كتير واللي فيه وعدم المشي هو اللي بيسبب لك كل ايه الامراض ده. اشكر المخرج كيلاني واشكر كل زملائنا في الكنترول، واشكركم جميعا، واشكر مدير التصوير، واشكر كل الزملاء في قناه الصحة والجمال. القاكم ان شاء الله قريبا ان شاء الله في حلقه جديده من زياره خاصه. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى، هو طارق عبد الجبر، يقول لكم في امان الله وتصبح على حب.